يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك، نقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ومع صحيفة البلاد والتي بينت: جلالة الملك المفدى أيده الله، الجالية اللبنانية في مملكة البحرين هم في بلدهم. مجلس التعاون يطالب بتمديد حظر السلاح على إيران. ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها: 6000 متطوع للمشاركة في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا، تنفيذ 6315 زيارة تفتيشية للتأكد من حظر العمل ظهرا. وأخيرا مع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحتها: المؤسسة الملكية تدرس علاج جرحى ومصابين من لبنان في مملكة البحرين، السماح للقطاع الخاص بعلاج الإدمان. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أكد وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، إذ تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. إلى ذلك، بيّن صحيفة أخبار الخليج أن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، كشف أن مملكة البحرين ستشهد اليوم البدء في إدخال المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع القائمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية. تلبية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب جلالة عاهل البلاد المفدى يده الله، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن أمين سر جمعية الأطباء البحرينية الدكتور نزار بوكمال كشف أن العديد من الأطباء أعربوا عن استعدادهم للسفر فورا إلى لبنان والمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي انفجار مرفأ بيروت. ننتقل إلى صحيفة الأيام، ونطالع منها أن وزيرة الصحة فائقة الصالح افتتحت مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق بمجمع السلمانية الطبي من خلال توفير 600 موقف. هذا وكتب بسام بن محمد مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهوية البحرينية. فإلى هذا المقال: للبحرين دور إنساني وعربي وقومي وأيضا دولي تقوم به عبر مختلف المؤسسات، ومع توجيهات جلالة الملك الأخيرة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم الدعم الإغاثي للشعب اللبناني الشقيق، إلا مبادرة ضمن سياق مبادرات عديدة قامت بها مملكة البحرين ضمن رؤية جلالته حفظه الله بما يعكس هوية البحرين الأصيلة. لذلك علينا جميعا مواطنين ومجتمعا أن نبرز دور مملكة البحرين وجهودها الإنسانية والدولية في المجالات كافة تعبر عن هويتنا. تحت رعاية الدكتور عبد الحسين ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، لفت صحيفة الأيام أن منظمة آيزك لتطوير الشباب أطلقت برنامج ابتكار في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى زيادة وعي فئة الشباب حول التغير المناخي والطاقة المستدامة وصقل مهاراتهم في هذا المجال.
وفي الشأن التعليمي نطالع من صحيفة الأيام أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين أعلنت عن التقويم الأكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي القادم، إذ حددت يوم الأحد الموافق 20 من شهر سبتمبر القادم موعداً لبدء الفصل الدراسي الأول. بيّنت صحيفة الوطن أن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبد الله آل خليفة أصدر لائحة اشتراطات وإجراءات بضرورة حصول المؤسسات الصحية على ترخيص مسبق للعلاج من الإدمان وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين. ونقرأ أيضا من صحيفة الوطن أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي شارك في المنتدى الافتراضي تأثير أزمة كوفيد-19 على التعليم، والذي يركز على مناقشة تجربة التعليم عن بعد، والذي أقامته المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. طالع من صحيفة الوطن أن الدكتور مصطفى السيد أكد بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم بدراسة نقل عدد من الجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين لتلقي العلاج في مستشفيات مملكة البحرين، ابتعاث فريق طبي خاص إلى جمهورية لبنان الشقيقة للمساهمة في جهود الإنقاذ وعلاج المصابين. وبقلم سعد راشد نقرأ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان لبنان يتعرض للبيع مجددا، فإلى المقال. على الشعب اللبناني وأحزابه السياسية مسؤوليات كبيرة، ولعل أبرزها تقديم المصلحة الوطنية وإرساء حكومة فاعلة تخدم لبنان وسيادته وتطرد الخونة والمتآمرين، وعلى رأسهم نصر الله الذي انتهك سيادة الدولة وعاث في الأرض فسادا واستضاف الإرهابيين ودربهم ونشرهم في الدول العربية ليدمروا ويهددوا أمنها واستقرارها. الشعوب العربية لا تتمنى أن يتعرض لبنان للبيع مجددا بعدما احتله حزب الشيطان الذي جعل بيروت مقبرة. العمل التطوعي الآمن عنوان مقال للمتخصص في الأعمال التطوعية والإغاثية خالد البلوشي، فإلى هذا المقال. الانخراط في العمل التطوعي يعود بالفائدة على الفرد من خلال تطوير مهاراته بشتى أنواعها وصقل شخصيته قيادياً واجتماعياً وحسن الإدارة للوقت وفرق العمل والتعامل مع أنماط مختلفة من الشخصيات وتنفيذ المهام بأكمل وجه والتمرس على تحدي الصعوبات وتجاوز العقبات، الأمر الذي يعطي المتطوع خبرات عملية تساهم في تميزه وتفوقه في العديد من المجالات الحياتية والعملية. ضمن توجيهات محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة في تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، نقلت صحيفة الأيام بل البلاد أن المحافظة الجنوبية أقامت حملة تطهير في منطقة البحير والحجيات بمشاركة عدد من المتطوعين والأهالي. هذا وخط الكاتب محمد الحلي مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان إعداد جيل من المبدعين والقياديين، فإلى المقال. لا تخفى الأهداف السامية والمتعددة للبرامج والأنشطة الصيفية من ترسيخ الانتماء للوطن وبناء الشخصية القيادية وتدريبها على تحمل المسؤولية. هنا لابد من وقفة أمام الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتي حالت دون توقف البرامج والأنشطة الصيفية رغم جائحة كورونا. هذه البرامج والأنشطة التربوية الصيفية الهادفة والمتنوعة التي تطرحها التربية بما يعود عليهم بالفائدة
وبإشراف كوادر مؤهلة تؤسس جيلاً من المبدعين والقياديين. عربات الطعام مشاريع رائدة، عنوان مقال للكاتب الدكتور جاسم المحاري في صحيفة البلاد، فإلى سطور هذا المقال. باتت عربات الطعام المتنقلة تقترب أكثر من زبائنها المتعطشين لتوفير وجباتها الشعبية الشهية المتنوعة التي ترضي أذواقهم بأسعارها المناسبة. اللافت في الأمر ما يبديه أصحاب هذه العربات البحرينيون من التزام واضح بكل المعايير الصحية والتدابير الوقائية أثناء مزاولتهم لتحضير الوجبات وتقديمها للجمهور. وبمقال الكاتب الدكتور جاسم المحاري مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.